وللحديث عن المؤتمر العلمي الرابع الذي يقيمه القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول نائب مسؤول القسم العلمي في الهيئة دكتور عماد الجبوري. أهلا بك معنا دكتور عماد. أهلا بكم سيدي العزيز. حياكم الله دكتور عماد. يعني أين تكمن أهمية المؤتمر الذي عقدتموه في اسطنبول، وما هي الحاجة لتجديد الدراسات الإسلامية حاليا؟ سيدي الكريم، أهمية المؤتمر المنعقد في اسطنبول بخصوص التجديد في الدراسات الإسلامية بالحاجة إليه للتجديد فيها، يعني في هذا الوقت مطلب حيوي وفاعل، ولا سيما في العلوم الشرعية خصوصا التي تمس واقع حياة كل مسلم، والعناية به دليل على الحفاظ على هوية الأمة أمام التحديات والنوازل والمسائل المستجدة. أيضا يعني حضور هذا العدد الكبير من الشخصيات العلمية والعلمائية أيضا، إلى أي حد يمكن أن يؤسس لنواة تيار تجديدي للدراسات الإسلامية؟ الحضور الفاعل الكبير المتنوع يعني بسبب تنوع البلاد الإسلامية، ويمكن أن يؤسس لتيار تجديدي منضبط ومؤثر يؤكد مسيرة الحضارة الإسلامية ونفعها للحضارة الإنسانية عامة. والتوضيح بهاي النقطة هو ما يميز هذا المؤتمر العلمي الرابع عن المؤتمرات السابقة، أن هذا المؤتمر كان بالاستكتاب، يعني يقع الاختيار على نخبة من نخب الأمة من كل بلد شخصية أو شخصيتين. فكان عندنا مثلا من تونس شخصيتين من كبار علماء تونس، من الجزائر شخصية واحدة من كبار علماء الجزائر، من لدينا من تركيا شخصيتين من كبار علماء تركيا، وكذلك من قطر ومن الأردن ومن نيجيريا ومن فرنسا ومن المغرب. يعني هو التنوع يتكامل وتتكامل الأفكار. لربما أهمية هذه النقطة هي شمول جميع يعني أو أغلب الدول الإسلامية في هذا المؤتمر. تمام، معظم الدول الإسلامية كان هو الاختيار ليكون من معظم الدول الإسلامية حتى تتلاقى الأفكار، وليؤسس بذلك يعني ممكن أن تكون نواة للتجديد في الدراسات الإسلامية، نواة لوضع ضوابط يمكن أن تكون هذه الضوابط ضد فوضى التجديد. يمكن أن تكون هناك ضوابط تؤيد التجديد لكن وفق ضوابط لا تسير خلف الأهواء وخلف الشهوات وخلف النزاعات الغازية والأفكار التي يمكن أن تكون تبعا للأهواء وتبعا للمغريات. نعم، يعني في هذا المجال دكتور عماد بالفعل، نعم، كيف يمكن التصدي لمثل هذه الدعوات مع ضمان التجديد بالعلوم الإسلامية بذات الوقت؟ والله سيدي الكريم، هو يمكن معالجة هذا التيار الفوضوي المنفلت في الدراسات الإسلامية بالتأكيد على أهمية التمسك بالضوابط والمحددات المهمة في فاعلية التجديد وإبعاده عن الإفراط والتفريط وتبديد المفاهيم المتعلقة بقضايا التجديد. يعني أن نضع هذه الضوابط لكي لا يخرج التجديد عن مساره الصحيح. إذن لابد من وجود ضوابط لهذا التجديد، وليس هو تجديد بالعموم. لا لا، ليس تجديد بالعموم، إنما تجديد وفق ضوابط على أن لا يمس هذا التجديد المبادئ والثوابت، ولا يكون تبعا للتطبيع والأهواء والنزعات النفسية ومتطلبات بعض التوجهات للأفكار الغازية. نعم، هذا التجديد بالدراسات الإسلامية يعني إلى أي مدى يعيد لربما الاهتمام باللغة العربية كمعيار أساسي لفهم النص القرآني؟ سيدي الكريم، يعني لا يخفى عليكم أن اللغة هي وعاء المعاني، واللغة نزل القرآن باللغة العربية،
ولفهم النصوص الشرعية لا يمكن أن نفهمها من دون الارتباط باللغة العربية. فالتجديد يرتبط بمفاهيم اللغة العربية والعلوم المتصلة ارتباطا وثيقا. نعم. أيضا بالنسبة لي يعني ما هو المانع أن يترافق التجديد بالدراسات الإسلامية مع إدخال ربما علوم أخرى ليواكب تطورات عصرنا الحالي؟ هل هناك مثل هذا التوجه؟ التفاتة جميلة ورائعة منكم. لا مانع من إدخال العلوم النافعة مع دراسة العلوم الشرعية، إذ العلم والإيمان قرينان لا يفترقان، والتجديد يشمل النوعين المقترنين ولا يتخالف أحدهما مع الآخر. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، نائب مسؤول القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عماد الجبوري، شكرا جزيلا لك.